اول حاجه عن الالكتريكال سيفتي، بنتكلم عن الالكتريكال شوك هازارد. بيسيكلي بنتكلم عن الالكتريكال شوك بتحصل لما الشخص بيبقى هو نفسه بارت اوف ا سيركت، الكتريك سيركت، يعني بمعنى ان الكرنت بيمشي من خلال جسم الانسان. وطبعا ذا لونجر يعني الكرنت ده بيمشي، يعني لو الكرنت ده مشي فتره اطول، الحقيقه الخطوره بتاعه الاصابات اللي ممكن تحصل واحتمال الوفاه بيبقى اعلى. فطبعا البريفنشن از ذا بيست بوليسي، ان احنا بنحاول نمنع اي حاجه تؤدي في الاخر الى الكتريكال شوك. في عندنا نوعين اساسيين من البوسيبل سيتويشنز اللي بيحصل فيهم الكتريكال شوك. اول نوع بنسميه الماكرو شوك. الماكرو شوك معناها ان الكرنت بيمشي عن طريق طرفين، الطرفين دول خارج جسم الانسان، يعني مثلا بين الطرفين، بين التو ارمز او بين ارم وان ليج، ويعني اي جزئين من اجزاء جسم الانسان، بس الالكتريكال كارنت او الانتري بوينت بتاع الالكتريكال كارنت والاكزيت بوينت كلهم خارج جسم الانسان. في المايكرو شوك بيبقى عندنا وضع مختلف شويه، ان بيبقى في عندنا جزء من او واحد من التيرمينالز بتاعت الكارنت موجود داخل جسم الانسان. يعني لو فرضا في عمليه جراحيه او في كاتيتر، يعني مثلا داخله داخل جسم الانسان، والكاتيتر دي حصل فيها ليكج كارنت وخرجت بعد كده عن طريق جراوند، يعني جراوند موجوده في مكان ما او في يعني في طرف من اطراف جسم الانسان، ده بتكلم عليه ان هو مايكرو شوك، علشان بيبقى خطورته اعلى بكتير جدا من المايكرو شوك. المايكرو شوك بيحصل داخل الجسم، والكرنت الصغير اللي بيمشي ممكن يؤدي الى خسائر اكتر بكتير جدا من الكرنت اللي بيمشي من خارج جسم الانسان. طبعا في الاخر اي كرنت بيمشي في جسم الانسان بيعمل مشاكل عموما وبنحاول نتجنبه. فمهم جدا don't get shocked، يعني basically بتحاول بأي شكل من الأشكال إنك أنت تتجنب أي electrical shock، سواء بالنسبة للمريض، بالنسبة للطبيب، بالنسبة للمهندس، بالنسبة لأي حد حوالين جهاز الطب.